برافو برافو ملايكة، برافو برافو. طيب
تسقف حضراتكم تسقفوا معاهم لو سمحتوا. لو مش هتسمعوا الكلام هنعيد تاني، مفيش كراسي قدامنا اللي يفكر يطلع قدامنا. اه تمام. فحضراتكم مش هتعملوا اللي عليكم وهنبدا احنا عليكم. مش هيطلعوا من كي جي 2 السنه دي غير لما حضراتكم تلتزموا معانا، اتفقنا؟ سكوت، صمت. يا استاذ بص الولاد ممتازين ازاي. بص بابا وماما، بص بابا وماما قاعدين حلو ازاي مربعين ايديهم وساكتين. برافو عليهم. ممكن انتوا تسقفوا لبابا وماما عشان هم قاعدين حلو؟ برافو، عشان هم هيسقفوا لنا دلوقتي عشان هم فرحانين بيكوا جدا جدا جدا. هنعيد الترنيمه الحلوه دي تاني، بس لو بابا وماما ما سقفوش وقت التسقيف لما نروح البيت هنعلمهم. ها؟ أنا وقت لما نروح البيت هيعلموكم تسقفوا ازاي، هيسقفوا لكم طول النهار، انتوا حرين. اتفضل يا استاذ. افتح المايك، افتح المايك يا استاذ. لما بديله هفتح المايك. الو الو
تحية مخصوصة للكورال. الولاد هيشكروكم. يلا يا ولاد شكرا، برافو عليكم، عملوا مجهود حلو طول الصيف، وشكرا للخدام المسؤولين على الكورال. وان شاء الله ان شاء الله لما يطلعوا ابتدائي هيبقوا حلوين اكتر من كده يعني. شكرا. الفقرة الجاية عندنا مسرح عرايس. مين بيحب مسرح العرايس؟ طب اللي بيحب مسرح العرايس، في واحدة مش بتحب المسرح ممكن تفضلنا كرسي لو سمحت. ممكن هدوء. بابا وماما أساتذتنا النهارده هيعلمونا نقعد كويس ازاي فين في المسرح، صح؟ هنقعد كويس ازاي؟ البنات الحلوين اللي واقفين دول ممكن نقعد على الارض حتى هنا. تعال نقعد هنا يلا. مين لسه واقف؟ في ماما لسه واقفه اهي. الو
في ماما مش مبسوطة مش عارف ليه ما رحنا الحفلة كويسة جدا لغاية دلوقتي. لا 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 مين حضرتك؟ ممكن تقعد ممكن تعملش دوشة عشان احنا دلوقتي بنقعد ساكتين؟ حاضر حاضر حاضر. شش عايزين تشوفوه؟ طيب ممكن نقعد ساكتين؟ خالص يا فتافيتو فتافيتو خش خالص عشان في صوت في المسرح. حاضر حاضر يا استاذ حاضر حاضر. اللي بيتكلموا ورا سامعين؟ محدش يقول اه يبيز دماغه كده عشان احنا هنلتزم الصح. فتافيتو ايوه يا استاذ انت فين؟ انا لك النهارده انا جاي علشان اقول لك كل سنه وانت طيب. لا 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 فتفوتة حلوة وقت
مين بينده على جد حدوتة؟ أنا يا جد وأنا فتفوتة حبيبتك اللي ماتت عليك. إزيك يا فتفوتة عاملة إيه؟ زيك يا جد حبيبي أنا بحبك أوي يا جد. وأنا كمان يا فتفوتة. قوليلي يا فتفوتة، كلتي النهاردة جوافة وبلح أحمر؟ حتى انت كمان يا جدو هتقولي بلح احمر وجوافه بقى، انا مش فاهمه يا جدو ايه موضوع البلح الاحمر والجوافه البيضه دي؟ ده قصتهم قصه جميله خالص خالص. احكيهالك يا فتفوته. بص يا فتفوته، البلح الاحمر بيرمز لدم الشهداء اللسان، والقفل يا فتفوته البلح الاحمر قلبه لونه عامل ازاي؟ يا ترى عامل ازاي؟ البلح الاحمر قلبه لونه ابيض. ابيض؟ يا فتفوته، وده بيرمز لقلب الشهداء الابيض. يعني البلح لونه احمر علشان بيج زي كده دم الشهداء والجواب ابيض عشان ابوه ابيض. ايوه يا فتفوته، قولي يا فتفوته، عارفه ايه اللي جوه البلح الاحمر؟ ايوه يا جد، بيبقى في حاجه كده جامده كده وناشفه كده، اسمها ايه؟ اسمها ايه يا جد؟ اسمها ايه؟ دي البذره بتاعت البلح يا فتفوته. بذره بتبقى جامده كده وناشفه قوي 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 يا جد صح؟ ناشفه خالص يا فتفوته. البذره دي بقى يا فتفوته بترمز لايمان السعداء اللي كان قوي 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 قوي. ايوه فعلا يا جد، بتقول لي قبل كده ان الشهداء والقديسين كانوا بيستحملوا كل الالمات والعذابات، ما كانش في حد بيقدر عليهم خالص علشان هم محميين بدم ربنا. عارفه بقى يا فتفوته يعني ايه عيد النيروز؟ ايه النيروز ده يا جد؟ انا مش فاهمه يعني ايه نيروز؟ انت بتقول كلام غريب قوي قوي زي استاذ رضا في مدرسه لحم. انا هقول لك يا فتفوته، النيروز ده معناه اليوم الجديد، وده لان عيد النيروز بيكون في بدايه السنه القبطيه. انا فهمت كده يا جد. Oh,
مش كده؟ عجبك ولا لا؟ مين عجبه فافوتة؟ مين عجبه حدوتة؟ دلوقتي صحابي الملائكة هيقدموا لكم سكتش حلو قوي قوي قوي، هيقولوا لنا ازاي نقعد في الكنيسة، مش في المسرح، لا في الكنيسة. قاعدين زي في الكنيسة، احنا لسه في الكنيسة، والكنيسة والمسرح جوه الكنيسة. لسه في صوت؟ لسه في صوت؟ لا صليب صغير؟ ملائكة كلنا صليب صغير. وبابا وماما برضه صليب صغير، احنا بنحضر حفل من الملائكة. شوفوا ترى يجهزوا، بس كده بس Thank you.
اللي في مسرحيه استاذ ابانو بيطلع على المسرح. ايوه. اللي في مسرحيه الاصدقاء يجي على المسرح. اللي مسرحيه الاصدقاء يجي على المسرح بسرعه. حاولنا نلم فيه صور لكل الأنشطة اللي عملناها في الصيف، وحاولنا نجيب فيه أكبر عدد نقدر عليه. تمام؟ جاهزين؟ أستاذ ماركو جاهز؟ مستر أستاذ ماركو مش جاهز. قبل ما استاذ ماركو يطلع الفيديو ممكن نرنم ترنيمه؟ يلا بينا. دعوا الاولاد ياتون الي. لا لا، من الاول من الاول من الاول. جاهزين؟ جاهزين. دعوا الاولاد ياتون الي، عندي لهم بركات لا نلمسي هؤلاء ملكوت السماوات. دعوا الاولاد هؤلاء ملكوت السماوات. رب المجد رب المجد يحسين ووعيم بيحب الأطفال، يحسين ووعيم بيحب الأطفال، وإحنا كمان بنحبه لأنه خدان على الصليب وسفك دمه طاهر عنا وهو أعز حبيب. واحنا كمان بنحبه لانه فدانا على الصليب وسفك دمه طاهر عنا وهو اعز حبيب. رب المجد رب المجد يكسي هو بس. واضح واضح ان استاذ ابانوف طيب. الصوت اللي سمعته ده بيقول ان استاذ ابانوف طيب. شكلنا مش هنقدم الفقرة الثانية غير لما اسمعكم بتسقفوا لنفسكم كويس كويس الترنيمة. انتوا قلتوها كويس كده؟ هنعمل زي ما بنعمل مع الأولاد، ناخد نفس طويل كده مع بعض. خد نفس طويل عشان تقولوا معانا صوت كويس. خد يا حكيش، خدي نفس طويل. هنقول الترنيمة جامد زي ما الولاد بيقولوا، ويه سين واو عين. أنا عايز كلمة ملايكة تحت تسمعها، ممكن؟ اللي بيحب ماما يسوع يعمل كده. ممنون يا ولاد. دعوا الاولاد يا نادي مصري ملك. برافو عليك. دعوا الاولاد ملكوت السماوات. رب المجد كمان بنحب الأم الصليب. شكلنا هنضطر نعيد الحفلة بعد الغداء عشان انتوا مش متغدين ومش بتقولوا كويس. مقتنعين ان انتوا بتقولوا كده كويس؟ مش مقتنعين؟ قافلينه؟ لا مش مقتنعين. طب نروح حتة بس رب المجد، بس صوت كويس.
دعوا الأولاد يأتون إلي لأن لمثلي هؤلاء ملك السماوات. دعوا الأولاد جاهزين. رب المجد رب المجد استاذ ابو طلع كويس فعلا صح؟ يعني كان عندكم امكانيات افضل من كده صح؟ ده كده قبل الغدا، ما اعرفش بعد الغدا هيبقى الموقف ايه؟ هنشتغل بالفيديو يا استاذ ولا لسه؟ طيب هناخد بقى ايه؟ عايزين نعلم ولادنا لمده دقيقه ازاي نقعد ثابتين. ممكن نقعد في مصر حديد؟ ممكن نجرب نقعد ستين؟ استاذ ابانوب ممكن نجرب نقعد ستين نقول للناس كلها كده ماشي؟ ممكن اللي بيتصوروا هناك يقعدوا ستين؟ بدل ما نقول التمرينه تاني لغايه لما نحضر. حضراتكم عرفتوا حكاية فتفوتة لما قالت ايه؟ قالت ايه؟ فتفوتة كانت حكت حكاية ايه؟ البلح والجوافة وعيد النيروز. دلوقتي عندنا مسرحية ايه يا استاذ؟ مش عارفها؟ مسرحية جاهزة؟ اوكي. بسكوتة التخينة؟ اسمها كده؟ هتفرج على بسكوتة التخينة؟ طب أنا ما شفتهاش بصراحة قبل كده، فأنا هتفرج معاكم على إيه؟ هنتفرج على مسرحية إيه؟ بسكوتة التخينة كده، أوكي؟ نعم؟ ولد؟ ده بسكوت بقى مش بسكوتة. أنتوا مسمينه بسكوتة؟ يفديكوا الخدام مدلعين الولد مسمينه بسكوتة؟ أنا معترض. بس هنشوف بعد كده في اخر المسرحيه يمكن نختارها. مسرحيه ايه؟ بسكوتة التخينة. اتفضل يا استاذ. الو. طب ممكن نقعد ساكتين؟ ممكن نقعد ساكتين؟ ممكن نقعد ساكتين عشان نبدا؟ نقعد ساكتين عشان نبدأ؟ ازيكم يا حلوين؟ النهاردة أنا جاي علشان أحكي لكم حكاية عن أصحاب، لكن في الحقيقة هم مش زي أي أصحاب، هم أصحاب بيحبوا بعض أوي أوي أوي. الأصحاب دولت هما زعتر وفلفل ورهوان وطاطا وصاصة وكمان كعبول وكمان كركر. وفي يوم من الأيام اتقابلوا مع بعض وحصلت حاجة مهمة خالص. يلا نقعد ساكتين علشان نسمعهم. دي كلها واللي جنبها.
وفي يوم من الايام اتقابل صاصة وفلفل مع بعض. يلا نشوف ايه اللي حصل ما بين صاصة وفلفل. طيب دلوقتي المفروض فلفل يقول ايه لصاصة؟ انا اسف يا صاصة، انا مش هنام واقوم اساعدك. انا متشكر قوي قوي يا فلفل. ودلوقتي هنشوف رد فعله كان عامل ازاي. اسف يا استاذة، ممكن تسامحني عشان انت شكلك دمير وربنا خلقك كده دمير. خلاص محتاجة زعطة يا زعطة عشان انا بحبك. شكرا خالص يا طاطا، بحبك قوي قوي قوي.
انا بحبك قوي قوي يا توتا وانا متشع. برافو. Sotiri, sotiri, sotiri. Thank you.
الو الو ارفع الستارة ودلوقتي معادنا مع سكتش نسجد لاسم الثالوث بمشاركة كل القديسين Yeah.
كبيرة، سادة كبيرة، سادة كبيرة وتشجيع. يلا صورة، يلا صورة مع كل القديسين. صورة، صورة. سادة كبيرة، سادة كبيرة لكل ولادنا تاني. نزل الستارة. أنطونيوس جورج، أنطون.
حلوة. مش هشوفك تاني يا سمسم، مش هشوفك تاني يا صاحبي. ليه؟
ابتدائي ومش هشوفك تاني. يا بختك يا بخت يا بابا، هتروح الكاج يومين في الاسبوع مش يوم واحد بس. بجد؟ يا ريت كنت انا. بجد؟ بختك يا بابا يا دي كنت انا. بجد؟ بجد يا سامسي انت مش تقول من الاول بدل ما انا عمال اعيط وغرقت الدنيا كده. ابسط يا عم، كل مكان هنشوف بعض فيه هنلعب مع بعض في الحوش. بجد؟ احنا في مصر وفي الكنيسة. انت مش قلت عايز الفشار بسرعه؟ هو بس ما سمعوش. معلش هو ما سمعوش. مش انت كنت عايز الفشار؟ معيش فشار، معايا كيكه تويكس. تنفع؟ تنفع؟ يا بيبي مفيش اكل في المسرح، انا ولا اكل في المسرح ولا اكل في الكنيسه، حرام ده بيبو جعان. صح؟ صح. قول له قول له يا سلافينه. حتى واحنا ما ينفعش نمشي في الكنيسه، ما ينفعش نلعب ولا نشرب في المصر. طب ما ينفعش نعمل دوشه زي ما بندق عمل. يعني انا ولا اكل ولا اشرب ولا اعمل دوشه؟ التلاته كتير قوي. طب استاذ لولو، استاذ لولو انا عندي سؤال، سؤال محيرني يا استاذ لولو، عندي سؤال. اتفضل اسأل. طبعا يا بندق، هو ايه عيد النيروز ده؟ صح ساعين انت جيت متاخر يا استاذ بندق. عيد النيروز ده اللي بيستشهدوا فيه الشهداء والمقدسين عشان بابا يسوع، زي ما قال لنا. يعني الشهداء دول ضحوا بعمرهم عشان خاطر بابا يسوع؟ ايوه. طب انا عندي سؤال كمان، هو ايه علاقة الجوافة والبلح بعيد النيروز؟ ولا زي ما يوسف قال، زي ما بيبو قال ان الجوافة تبقى جوسي والبلح يبقى لوسي عشان كده؟ لا. امال ايه؟ بيبو قال لنا الجوافة تبقى جوسي. طب انا عندي ترنيمه عايز اقولها يا استاذ لولو انا واصحابي. طبعا قولها. يا بلح لونك احمر زي يا بلح لونك احمر زي. هنقول ولا هنقعد نتفرج علينا؟ نقول مع بعض. يا بلح لونك احمر زي ده. انا صوت عندي. هيقولوا معانا؟ لا انا مش سامعهم. هيقولوا معانا؟ انا مش سامع. هيقولوا معانا؟ انا مش سامع. يا
باي باي يا اصحابي، باي باي يا اصحابي. شاطر يا بيبو، شاطر يا سمسم، شاطر يا تلافيلو، شاطر يا توتوس. باي باي يا اصحابي، انبسطنا خالص معاكم. كل سنه وانتم طيبين. نشكر حضراتكم على الوقت، وقبل ما نختم هنسمع كلمه من بتشرفونا ملاك خدمه ملايكه رونا انجلوس، هتاخد المايك مني. لا الكلام ده حلو، هو ده الاساس. احنا كلنا ماشيين دلوقتي في صلاه الصبح. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه شهداء وانتم طيبين، وكل عيد فيروز وانتم طيبين. ابائنا الشهداء الحلوين كانوا بيحبوا ربنا جدا جدا، صح؟ في شك في كده؟ واحنا بنقول ان احنا تملي، احنا كمان ولاد الايه؟ ولاد الشهداء، صح؟ صح يا ولاد؟ يعني احنا كنيستنا كنيسه شهداء، واحنا ولاد الايه؟ ولاد الشهداء. طيب هسألكم سؤال صغير بسرعة. ليه او ايه الدافع او ايه الحاجة اللي تخلي الشهداء يروحوا كده ويبقوا عندهم جراءة كده وعندهم قوة كده، ما يهمهمش اي حاجة غير انهم يقولوا قدام الوالي او قدام الراجل اللي بيعزم المسيحيين دول، يقول لهم ايه؟ انا مسيح. ليه؟ ليه؟ عشان هما ايه؟ عندهم حاجه مهمه قوي 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 اسمها محبه ربنا. يعني انا بحب مين؟ بحب ربنا. طيب هقول لكم على ثلاث حاجات، هقول لكم على ثلاث حاجات. الثلاث حاجات دول تقول انا بحب ربنا قد ايه، تمام؟ الكلام ده لبابا وماما وللايه؟ للاولاد الصغيرين. اول حاجه تقول انا بحب ربنا، انا بصلي لربنا ولا مش بصلي لربنا؟ انا بتكلم مع ربنا ولا مش بتكلم مع ربنا؟ اللي بيحب حد يحب ايه؟ ها؟ يحب يتكلم معاه، صح؟ ها؟ يعني طول النهار ماما ابنها او بنتها عايزة تتكلم معاها كتير 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 كتير، ليه؟ ها؟ مش ليه؟ عشان والاسئله كتير زي ما ماما بتقول كده، ليه؟ علشان ابني او بنتي دول ايه؟ بيحبوني، بيحبوني، عايزين يعرفوا كل حاجة عن طريقي أنا. طيب أنا بقى كمان ابن ربنا، أتكلم مع ربنا كتير عشان أعرف حاجات كتير عنه وعن أي حاجة أنا عايز أعرفها. يبقى أول حاجة تقول أنا بحب ربنا ولا لأ، إن أنا بصلي ولا مش بصلي. طب أنا بصلي واقف ملان زهقان، امتى يخلصوا بقى؟ زهقونا في عشتنا، ها؟ صح؟ ولا ايه؟ معلش احنا طولنا عليكم، مش هنطول تاني. ها؟ واقف في القداس ملان ولا واقف في القداس فرحان؟ ولادنا بيبقوا فرحانين، وبابا وماما لازم كمان يبقوا ايه؟ يبقوا فرحانين وهم جوه القداس. يبقى أول حاجة تقول أنا بحب ربنا زي الشهداء، يبقى ايه؟ يبقى اول حاجة ايه؟ الصلاة. طب تاني حاجة ان انا ما احبش اعمل حاجة وحشة. تاني حاجة ما احبش اعمل ايه؟ حاجة وحشة. ما الحاجة الوحشة دي تزعل قلب مين؟ تزعل قلب ربنا. الخطية تزعل قلب ربنا. يبقى انا لما ابقى بكره الخطية او مش بحب اعمل الغلط، هنا يبين ان انا بحب مين؟ بحب ربنا. طب تالت حاجة، تالت حاجة أحب أسمع صوت ربنا.
ولادنا الصغيرين بتحبوا تيجوا الكنيسة؟ تحبوا ولا لأ؟ طب احنا بنيجي الكنيسة ليه؟ عشان نسمع صوت مين؟ صوت مين؟ صوت ربنا، صوت بابا يسوع. الأستاذ بيقول لي على حكاوي حلوة جدا جدا وعلى قصص جميلة جدا جدا من الكتاب المقدس. طب والكتاب المقدس ده كلمة مين؟ كلمة ربنا، كلام ربنا لمين؟ ليا والماما والبابا ولكل واحد فينا. يبقى أول حاجة تبين إن أنا بحب ربنا، أول حاجة الإيه؟ الصلاة. تاني حاجة ما بحبش أعمل حاجة إيه؟ ما بحبش أعمل حاجة وحشة. طب تالت حاجة إن أنا أحب إيه؟ أحب أسمع صوت ربنا. وأنا في الكنيسة لازم أركز، وأنا في الكنيسة لازم أركز أشوف الألحان بتقول إيه؟ والقرايات بتقول إيه بالنسبة لبابا وماما؟ والعظة بتقول إيه؟ وصلوات القداس بتقول إيه؟ بكده نبان إن إحنا ولاد ربنا، بنحب ربنا من كل قلبنا ومستعدين ها لأي وقت. حد عايز؟ إحنا مسيحيين، إحنا بنحب ربنا من كل قلبنا. كل سنة وأنتم طيبين وفرحانين، لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين. هو نشكر حضراتكم، معلش لو في حد آسف يعني اضطرينا ناكل ولا نشرب، مش مفروض إن إحنا نسيب أي حاجة تحتينا في المسرح. هناخد حاجتنا وننزلها بس إيه تحت في الباسكت واحنا نازلين عشان ما يشوفوش ودانا ويسمحوا لنا إن إحنا نيجي نعمل حفلات في المسرح تاني. اتفضلوا نصلي. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بكل شكر. أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، أن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين. محبة الله الآب، نعمة الإبن الوحيد ربنا، والأهل القدسنا يسوع المسيح، شركة موهبة عطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم. امدوا بسلام. سلام الرب يكون مع جميعكم. فصل كي جي 2، فصل كي جي 2 اللي هم طالعين أولى ابتدائي، المرة الجاية إن شاء الله يبقوا مع في أولى ابتدائي، ميعادهم من الساعة 3 للساعة 4:30. كل سنة وأنتم طيبين. في الكنيسة الصغيرة، في الكنيسة اللي تحت في الدنيا.